السلام عليكم. اليوم راح نشوف ملعب تيزي وزو اللي تظهر أن الأشغال تقريبا يعني انتهت كليا، اللهم يعني ما بقي من يعني الفضاءات الداخلية في قضية التجهيز وآخر رتوشات يعني في الفضاءات هذه تاع ليزيسباس أنكس تاع الملعب. إذا وبالمناسبة حبيت نأكد يعني نوضح لكم واحد النقطة مهمة جدا بالنسبة للناس اللي تنتظر في افتتاح الملاعب، ما هي المراحل التي يجب أن تمر عليها أي منشأة بصفة عامة باش يتم استعمالها يعني في نهائيا. إذا المرحلة الأولى لازم تكون الانتهاء تاع الأشغال، ثم تأتي المرحلة الثانية وهي عملية رفع كل التحفظات، يعني لا لوفي دي ريزيرف، يعني صاحب المشروع لو ماتر دو لوفراج يشوف بعض إذا كان فيه بعض خلالات في الأشغال ولا بعض النقائص يأكد عليها، ومن بعد يتم رفع كل هذه النقائص تصحيحها سكون أبل لا لوفي دي ريزيرف من طرف لو مات دو لوفر صاحب الأشغال. إذن هذه المرحلة الثانية هي رفع التحفظات أو لا لوفي دي ريزيرف. ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة التسليم ولا مسكون أبل لا ريسيبسيون دو لوفراج. إذن هذه هي المرحلة الثالثة وهي لا ريسيبسيون، عندما يتم رفع كل التحفظات سوف تأتي المرحلة تاع لا ريسيبسيون ويكون حاضر فيها صاحب المشروع وصاحب الأشغال، يعني المؤسسة اللي ولا الشركة اللي تقوم بالأشغال يكون حاضرين، ويكون حاضرين كل لي زوبيراتور، ويتم التسليم يعني لا ريسيبسيون دو لوفراج. وفيما يخص الملاعب إذا كان فيه منافسات قارية تجي المرحلة نتاع لا رومولوغاسيون أو الترسيم نتاع الملعب. وهنا كذلك فيه مرحلة نتاع لا لوفي دي ريزيرف، رفع التحفظات من طرف الهيئة الإفريقية اللي هي دير لا ريسيبسيون دير لومولوغاسيون نتاع لوفراج. إذا تكون فيها دي ريزيرف من طرفها ويكون يتم رفع التحفظات ثم تأتي لومولوغاسيون. والآن وبعد لومولوغاسيون باش ويكون لومولوغاسيون والتسليم، إذن باش تكون فيها إمكانية الاستعمال النهائي نتاع المنشأة الرياضية، وفيها لي غارونتي لا غارونتي ديسينال ولا غارونتي سنتونير. في بعض الـ 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 يعني المنشآت فيها لا غارونتي سنتونير ولا كاين لا غارونتي ديسينال لامتداد على 10 سنوات، هذه على حسب المشاريع. وكذلك الجانب المالي فيه لا ليبراسيون، يعني لا ليبراسيون نتاع كاع يعني الالتزامات الماليه بين الاطراف المشاركه في المشروع. اذا هذه هي المراحل. وسط الملعب تاع تيزي وزو بقات له المرحله تاع انهاء الاشغال، ثم المرحلة تاع رفع التحفظات نتاع لا لوفي دي ريزيرف، ولا عملية رفع التحفظات تقدر تكون يعني جزء بجزء ماشي بالشرط حتى اللوفراج كامل يخلص، تقدر تكون أجزاء يتم يعني رفع التحفظات في أجزاء وتسليم أجزاء حسب الضرورة إذا، وحسب الاتفاق المبرم وحسب العهود والاتفاقيات اللي كانت يعني في مبرمه وحسب لو كايت شارج. اذا فيه دي لو ريسبسيون بارلو ولا ريسبسيون جلوبال ولا. اذا هذه هي الجوانب التقنيه تاع المشاريع. ان شاء الله نكون وضحت النقطه هذه. كلنا رانا يعني متشوقين باش نشوفوا الملعب هذا، مقابلات في هذا الملعب. إذن نخليكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.